خوتنا السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده مع محمد السبعي. الحلقه ديال هذا المساء غادي نشوفوا واحد الموضوع مهم. اليوم الجزائر عبر يعني وسائل الاعلام ديالها، ماشيش الرسميه ولكن عبر لي ريزو سوسيو الفيسبوك تويتر تيك توك، تعلن حربا عن المونديالتو في المغرب من خلال تشويه المعالم الحقيقية لهذا يعني للمنشآت الرياضية في المغرب. غادي نشوفوا كذلك في هذه الحلقة كيفاش اليوم الجزائر انتبهت جيدا لتأثير الفيسبوك واليوتيوب وهذه الوسائل الإعلام والقوة ديالها. يلا انتبهوا، وخير دليل هو الخطاب أو الكلمة ديال تبون الأخيرة. كيفاش اليوم الجزائر تم الكشف على أنها تسير مجموعة من الصفحات، أنجأت مجموعة من الصفحات أو جزائريون، إحنا ما غاديش نقول الدولة الجزائرية، غادي نقول جزائريون أنشأوا صفحات تدعي انفصال الريف عن المغرب. داروا هذه الصفحات من أجل أنهم يوهموا الناس بأنه راه كاين واحد الحركة في الريف، بأن الناس ديال الريف كيطالبوا بالانفصال. غادي نشوفوا هذه الامور كلها في هذه الحلقه، حلقه تحليليه مهمه جدا، تبعوها من الاول حتى الاخر. كالعاده نقولوا مشينا مع محمد السباحي. خذنا تحيه مجدده. شوف مجموعه من الاشارات غادي نعطيوها لكم قبل ما ندخلوا المواضيع اللي قلنا في هذه الحلقه. اول اشاره، نعاود ننشر لكم واحد الفيديو كلمه ديال كدبون في لقاء ديال ولات الجزائر، اشنو قال بالضبط ولكن التقفوها. الله يرحم باباكم. اسمع، تبعوا سي بيان دي ريزو سوسيو يوم بالاخص كان في ريزو اترانجي ريزو سوسيو ما دائما يعني يتمنوا لينا الشيء اللي ما قدروش يديروه. سمعتوا مزيان شنو قال كتبون في هذه الكلمه؟ كتبون كيبين بانه راه متبع لي ريزو سوسيو، متبع اليوتيوب المغربي، متبع الفيسبوك المغربي، يعني متبع من اللي كيعلي نقش وكيرد وكيجبد هذه الامور في لقاء داخلي. فهذا كيبين بان السيد متاثر بالمحتوى المغربي وحاس بالصهد كيجي من هذا المحتوى المغربي، لان المحتوى المغربي اليوم راه بدا كيفضح، بدينا كنفضحوا، وهذا الفضح ما بغاش كدبون والنظام ديالو، لانه كيوعي الشعب الجزائري. واخا تشوفوا هذا السبان وهذا المعيوع، هذيك غير صدمه ما بعد الاستيقاظ، ملي كيفيق شي واحد كيتصدم، ولكن بشويه بشويه كيتهدا وكيرجع للحال ديالو. هذا الشيء اللي واقع الشعب الجزائري اليوم. الشعب الجزائري اليوم حنا ملي كنجبدوا ليه مجموعه من الحقائق عن طريق لي فيديو ديالنا، واخا هو كيتبعنا وكيسب وكيعير وما عندوش ما يقول الا بوسبير الدعاره السياحه الجنسيه مالكم باع سبتهم لي بيكالا، يعني هاد الاسطوانه القصيطه هي اللي عنده كيرددها. ولكن هذه فقط غير الصدمه، ملي كيكون الانسان ناعس وكتجي كتفيقو كيقدر يضربها، كيقدر يدير هذا، كيكون مصدوم، ولكن من بعد كيتهدا وكيبدا كيشوف الحقائق. هذا بالضبط ما وقع الشعب الجزائري، وهذا هو التاثير ديال وسائل الاعلام ووسائل الاتصال والتواصل المغربيه اللي خايف منها كذبون. وهذا الشيء اللي خلاه اليوم ما يعيرش على الاعلاميين ديالو، سواء ديال القنوات التلفزيونيه ديالو، لانه يعني مثلا نعطيك غير الشام راه ما عطاوش اهميه للمذيعين وللاعلاميين وللصحفيين، لا، قالوا لهم انتم بينتوا الانهزاميه ديالكم امام الاعداء. غادي نعيطوا على صناع المحتوى سواء في اليوتيوب سواء في الفيسبوك، باش هما يقدوا لنا على صناع المحتوى المغاربه. وهذا الشيء اللي خلى واحد الغضب عند الصحفيين الجزائريين. ها واحد المثال بالكاني والشان الى الامور التنظيميه، عندما يتحول المؤثر واليوتيوبر الذي يسب ويشتم في الناس ويقول الكلام البذيء ويقول الكلام الرديء ويقدم محتوى رديء ويرمي بنفسه في القمامات لنيل اكبر عدد من المعجبين، عندما يتحول هؤلاء اليوم الى مؤثرين ونجوم فوق العاده، عندما يتحول هؤلاء ويستقبلون في هذه الملاعب ملعب نيلسون مانديلا والشهيد حملاوي بقسنطينه و19 ماي بعنابه وميلود هاتفي بوهران، ويحرم من؟ يحرم الاعلاميون والمدربون وايضا الشخصيات الرياضيه التي قدمت الكثير لكره القدم الجزائريه.
فقرة على هذا التنظيم أو فقرة على كرة القدم اقرأ عليها السلام. غير تد راه قال عليكم يكذبون في لقاء ديال الحكومات ديالو، قال ليك لي ريزو سوسيو ديال الدول الأعداء، راه ما غاديش تقدوا علينا نتوما كإعلاميين، لأن الكلام ديالكم داخل التلفزيون كيكون موزون، ما تقدرش تسب. راه النظام الجزائري بالي سب بالي عير بالي. شوف الله يرحمكم الوالدين، بلاتي عاود لي واحد القطاع قال هذا السيد ويقول الكلام البديع ويقول الكلام الرديء ويقدم محتوى رديء. في نظركم على من كيدق؟ شكون هذا الاعلامي اللي تفتح ليه ملعب براقي وكيسب وكيعير وكيشتم ويقدم محتوى بديع؟ شكون قبل ما نعلن على الاسم رجاء اكتبوا لي الاسم دابا 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 دابا. سير 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 هو هذاك وهذا. وهذا مصطفى بونيف بهدلك اليوم هذا الاعلامي بهدلك، لانك كتعرف كلمه واحده هي كلمه بوسبير فقط، ولكن ضربوا لي على الحطه ديال مصطفى بونيف، حطه رائعه عالميه يعني سبادري كيفاش داير والسريويل ديال الجين والوقفه عباد الله يعني الانسان الوقفة ديالو يا سلام. هاد الأمور ديال وسائل الإعلام التواصل ووسائل الإعلام النظام الجزائري عرف القوة ديالها، هادشي اللي خلاه اليوم بدأ كيدير صفحات باش، لأنه خسر القضية ديال الصحراء خسرات، اليوم كيقلب يدير لنا شي قضية في الريف، يعني يحاول أنه يخلق واحد الأزمة في الريف. مجموعة من الصفحات نشيطة هاد الأيام يلا تخلقت باسم استقلال الريف والريف والريف والانفصال وكذا، مثلا هذه بلا ما نذكروا لكم السمية ديالها باش ما نديروش لكم نديروا لها الإشهار، فيها 11000 متابع يعني غادية بواحد السرعة الجنونية كطلع، ولكن ملي كنجيو كنشوفوا هاتي الصفحة تسير من أين؟ شوفوا من الجزائر، هاتي الصفحة تسير من الجزائر. الجزائر اليوم بغاو سيدي ينسفوا لنا المونديالتو، صورة انتشرت كثيرا وتناقلوها الجزائريون وقال ليك شوفوا البركة المائية اللي غادي تنظم فيها يعني كأس العالم للأندية المونديالتو، بركة ملعب عامر بالماء فايض الماء، قال لك هذا ملعب مغربي شوفوا الشوه ديالو ملعب طنجة وما جبدوا ملعب طنجة، ولكن ملي كنرجعوا واحد شوية مثلا هذه صفحة جزائرية ناقلة لنا هذه الأمور ملاعب المغرب بعد أن تم ترميمها و ولكن ملي كنرجعوا واحد شوية كنلقاو بأن الملعب المعني بهذه الصور ليس ملعب طنجة ولكنه ملعب برج العرب في القاهرة في مصر، والصورة مأخوذة من سنة 2015، ربما الكراسي بالصفر والزرق كتشبه الكراسي ديال ملعب ديال طنجة، وهذا الملعب راه كان غتلعب فيه مباراة مصر وتشاد وتم تأجيلها آنذاك في 2015 نظرا لأنه أصبح الملعب بركة مائية، ولكن غير ليطمئن قلبك أيها الكرغولي ما فيها باس نجيبوا لك الملعب ديال طنجة تشوفوا غير الفرق ما بين ملعب طنجة وملعب نيلسون مانديلا اللي فرعينا اللي بالراس هو أن ملعب طنجة كيهز 62000 كرسي وملعب نيلسون مانديلا كيهز 42000 كرسي. اما هذيك الامور ديال تغطى الملعب راه هي السهله وغادي يتم يعني التغطيه ديالو بعد نهايه المونديالتو. خدنا نهايه هذه الحلقه، ما تنساوش الدعم ديالها دائما بابوني اشترك في الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.